بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا كانت عليك حقوق للناس كثيرة، سواء كانت من ناحية شخصية، من ناحية مادية، من ناحية مالية معنوية إلى غير ذلك، وأنت مطالب لهم بحقوق كثيرة وترجو بأن تخرج من الدنيا ولا أحد يطالبك بشيء، اقرأ هذا الاستغفار ولو مرة واحدة، والله سبحانه وتعالى من الآن وصاعدا سوف يمهد لك السبل في قضاء ما عليك من حقوق للناس قبل أن تخرج من الدنيا، سواء كانت هذه الحقوق مالية أو شرعية أو يعني من ناحية الحقوق الأسرة إلى غير ذلك. أي حق عليك لا يبقى إلا والله سبحانه وتعالى قد قضاه عنك، يمهد لك الأرزاق ويمهد لك الظروف لإرجاع الحق لكل ذي حق في حياتك، فاقرأه ولو مرة. الدعاء هو لمولانا وسيدنا الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وكان الإمام سلام الله عليه يقرأه في الاستغفار. ورد طبعا هذا الاستغفار في كتاب الصباح والمساء صفحة 73. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك أخذت بناصيتي وقلبي فلم تملكني منهما شيئا، فإذا فعلت ذلك بهما فأنت وليهما، فاهدهما إلى سواء السبيل. يا ربي يا ربي يا رب، ما أقدرك ما أقدرك ما أقدرك على تعويض كل من كانت له قبلي تبعة، وتغفر لي فإن مغفرتك للظالمين. وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اقرأه مرة واحدة، والله سبحانه وتعالى من الآن في الحال يمهد لك الظروف والأسباب لإرجاع حقوق الناس المادية والمعنوية، ويرضى عنك الناس قبل أن تخرج من الحياة الدنيا. أنا أقرأه لكم مرة أخرى للبركة، كما ورد في كتاب الصباح والمساء صفحة 73. اللهم إنك أخذت بناصيتي وقلبي فلم تملكني منهما شيئا، فإذا فعلت ذلك بهما فأنت وليهما، فاهدهما إلى سواء السبيل. يا ربي يا ربي يا رب، ما أقدرك ما أقدرك ما أقدرك على تعويض كل من كانت له قبلي تبعة، وتغفر لي فإن مغفرتك للظالمين. وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.